إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من شاب شعره، فقال يا رب ما هذا؟ فقال الله عز وجل: هذا وقار يا إبراهيم. فقال: يا رب زدني وقارا. ولما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أهبط ملك الموت فقال: السلام عليك يا إبراهيم. قال: وعليك السلام يا ملك الموت. أداع أم ناع؟ قال: بل داع يا إبراهيم. فأجب. قال إبراهيم: فهل رأيت خليلا يميت خليلا؟ قال: فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدي الله جل جلاله فقال: إلهي، قد سمعت ما قال خليلك إبراهيم. فقال الله جل جلاله: يا ملك الموت، اذهب إليه وقل له: هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ إن الحبيب يحب لقاء حبيبه. فقال إبراهيم: يا ملك الموت، أرني كيف تقبض روح المؤمن. فقال له ملك الموت: اصرف وجهك عني. فصرف وجهه، ثم نظر إليه فرآه صورة شاب حسن الصورة حسن الثياب طيب الرائحة حسن البشرة. فقال له نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: والله لو لم يلق المؤمن من السرور شيئا سوى وجهك كفاه. ثم قال له: أرني كيف تقبض روح الكافر. فقال له ملك الموت: إنك لا تطيق ذلك يا إبراهيم. قال: بل أرني كيف تقبضها. قال: اصرف وجهك عني. فصرف وجهه عنه، ثم نظر إليه فإذا صورة إنسان أسود، رجلاه في الأرض ورأسه في السماء، كأقبح ما أنت رائم من الصور، تحت كل شعرة من جسده لهيب نار. فغشي على سيدنا إبراهيم، فلما أفاق وقد عاد ملك الموت إلى هيئته الأولى، قال له: يا ملك الموت، والله لو لم يلق الكافر سوى نظرة إلى شخصك لكفاه.